السلام عليكم، كيفكم شباب؟ أتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية. معكم كيرو وأهلا بكم في فيديو جديد. اليوم يا أساطير رجعت لكم بفقرة الأخبار الأسبوعية. أدري صار لي مدة طويلة ما نزلت فيديوهات أخبار، فياب اليوم رح نرجع لهذه السلسلة ورح نخليها مقطع أخبار كل أسبوعين. المهم اليوم يا أساطير جايب لكم عدة أخبار متنوعة، في أخبار عن أنميات ومانجات وحتى مانهوات كورية وصينية، فأتمنى المقطع ينال إعجابكم. لا تنسون اللايك، نشر الاشتراك يا أساطير، ويلا نبدأ. بداية بأول خبر عندنا تحديد موعد الأنمي المقتبس من المانهوا الكورية نوبلس، واللي رح يتم عرضه في شهر أكتوبر من هذه السنة، يعني تقريبا بعد شهر ونصف. وحسب الاعلان الانمي رح يكون من انتاج استوديو برودكشن اي جي، وتم نشر صوره مرفقه بعرض دعائي للانمي. فياب اخيرا وبعد طول انتظار الانمي رح ينزل، واتمنى ما يجيبوا العيد. الخبر التالي هو خبر محزن جدا لكل عشاق مانجا اكت ايج. للاسف المانجا تم رسميا الغائها، وتم نشر اخر فصل الاسبوع الماضي ضمن العدد 37 من مجله شونن جامب. أما عن سبب إلغاء المانجا فحسب المصادر فهو بسبب إلقاء القبض على كاتب المانجا تاتسيا ماتسكي بتهمة التحرش بعدة فتيات مراهقات، وحسب ما ذكرت الشرطة فالحيوان اعترف بالتهمة وحرمنا من واحدة من أفضل وأجمل المانجات. أخيرا كشف الموقع الرسمي لأنمي الخطايا السابع أو ناناتسو نو تايزاي عن موعد نزول الجزء الثالث من الأنمي، واللي تم تأجيله من قبل بسبب فيروس كورونا. الانمي رح يكون بعنوان ناناتسو نو تايزاي فوندون وشيمبان، ومن المقرر يتم عرضه في شهر يناير من السنة الجاية سنة 2021. كما تم الاعلان بان هذا الجزء سيكون الاخير من السلسلة. ايضا على ما يبدو فاستوديو دان هو اللي رح يقوم بانتاج الانمي هذه المرة، بما ان الجزء السابق كان فقط من انتاج استوديو فرعي. فياب هذه المرة ما لهم اي اعذار، واتمنى انهم يقوموا بانهاء الانمي بشكل محترم بنفس جودة الموسم الاول او احسن. ومع رابع خبر عندنا كشف الموقع الرسمي للأنمي الجديد من سلسلة Dragon Quest The Adventure of Dai أو داي الشجاع عن صورة جديدة للأنمي، وتم تحديد موعد عرض الأنمي في شهر أكتوبر من هذه السنة، يعني ضمن حزمة أنميات الخريف. الأنمي رح يكون من إنتاج استوديو توي أنيميشن، ورح يتم إنتاجه عن طريق الدمج بين نوعين من الرسوم، كما أنهم أعلنوا أنه رح يتم نشر مانجا جديدة ولعبة في نفس موعد عرض الأنمي. التالي عندنا خبر أعتقد أغلبكم يدري عنه بما أني نشرته في الكوميونيتي، والخبر هو بخصوص ماها ماستر أوف جو الصينية. حسب المصادر ماها ماستر أوف جو للأسف تم حظرها في الصين في أواخر السنة اللي فاتت سنة 2019، يعني تقريبا قبل 10 أشهر، وكل من الماها والرواية تم توقيفهم من طرف الحكومة الصينية، وهذا بسبب الانتقادات اللي كانت الماها تتعرض لها، وكون الماها مظلمة جدا ودموية بزيادة، واعتقادهم أنها قد تحث الناس على التمرد والقيام بالثورات. أيضا كان في آرك في الرواية وحشي بزيادة، وكان البطل متمرد على كل الأنظمة، فهذا سبب حظر الحكومة الصينية للماها حسب المصادر. أيضا حسب تصريح للمؤلف فالمؤلف قال بأنه في إمكانية ترجع الرواية بعد 3 أو 4 سنوات، يعني في أمل، لكن للأسف إذا رجعت الماها فرح تتغير العديد من الأشياء. الخبر التالي عندنا تحديد موعد الموسم الثاني من أنمي بيستارز، حيث تم الإعلان عبر غلاف المجلد رقم 20 من مانجا بيستارز بأن الموسم الثاني من الأنمي رح يتم عرضه في شهر يناير سنة 2021. أيضا في خبر آخر بخصوص المانجا، حيث كشفت مجلة شونن تشامبيون الأسبوعية في عددها 37 بأن مانجا بيستارز على حافة الذروة، يعني المانجا اقتربت من نهايتها. أيضا بخصوص ما هو سولو ليفلينج ففي أخبار رائعة جدا تم تداولها مؤخرا، فخلال مقابلة تم إجراءها مع الرئيس التنفيذي لشركة كاكاو الناشرة لما هو سولو ليفلينج، أوضح هذا الأخير بأنه بعد النجاح المبهر للعمل داخل وخارج كوريا فقد بلغت مشاهدة الما هو والرواية 430 مليون مشاهدة، وكذلك أعلن بأنه أكثر من 5 ملايين شخص قاموا بتصنيف سولو ليفلينج كأفضل ما هو، وبسبب هذا فهم حاليا قاعدين يناقشون الطريقة الأمثل لاقتباس ما هو سولو ليفلينج، سواء من خلال أنمي
أو لعبة أو حتى دراما كورية. في حال إذا كان الاقتباس عبارة عن أنيمي فعلى الأغلب ما رح يكون ياباني حسب ما أعتقد، لكن أكيد الإنتاج رح يكون أسطوري. الخبر التالي هو بخصوص ماها بانلونغ الصينية. الماها أخيرا وصلت إلى نهايتها بمجموع 170 فصل، وبالرغم من أن الماها انتهت إلا أن الرواية ما زالت مستمرة. أما عن سبب إنهاء الماها فهو التحريف اللي كان موجود بها، لأنه ابتداء من الفصل 133 تم تحريف الأحداث عن الرواية. وبالنسبة للنهاية اللي وضعوها للماها فصراحة كانت جميلة جدا ومرضية. أيضا بخصوص ما هو The Second Coming of Gluttony الكورية، فالماهوا حاليا في فترة راحة بما أن الموسم الأول انتهى مؤخرا، حسب ما ذكروا فالماهوا رح ترجع قريبا. المهم هذه الأعمال اللي ذكرتها من الأعمال المفضلة عندي، وأنصحكم وبشدة أنكم تتابعونها. التالي عندنا إعلان اليابان عن إغلاق بعض مواقع القرصنة الشهيرة، وذلك ضمن خطة لتوسيع عقوبات حقوق النشر في الخارج. أيضا هناك بعض المواقع اللي أغلقت بنفسها خوفا من العقوبات، حيث أعلنت اليابان خلال شهر يونيو الماضي بتوسيع القانون معاقبة الذين يقومون بنشر الأنميات والمانجات بشكل غير قانوني. ومن أشهر المواقع اللي تم إغلاقها هذا الأسبوع موقع كيس أنيمي وكيس مانجا، بالإضافة لبعض المواقع الأخرى ومنها مواقع عربية. فالله يسر، استعدوا للعاصفة. ومع آخر خبرين عندنا كشف الموقع الرسمي لأنمي The Promised Neverland عن صورة جديدة للموسم الثاني، مع تحديد موعد عرض الأنمي واللي رح ينزل في شهر يناير سنة 2021. أيضا عندنا كشف الموقع الرسمي لأنمي كوباياشي سان أوتشينومي دراجون عن صورة جديدة للموسم الثاني من الأنمي، وتم تقرير عرضه في سنة 2021 ورح يكون إنتاج استوديو كيوتو أنيميشن. وبس يا أساطير، هذا كان كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم، وهذه كانت مجموعة من أبرز الأخبار اللي صدرت في الأسابيع القليلة الماضية. فأتمنى المقطع ينال إعجابكم، ولا تنسون اللايك، نشر واشتراك يا أساطير. شوفكم على خير وبيس.